أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم من المطبخ الإسباني، إنها الكوسة بالبشاميل. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. وصفة لذيذة جدا، سهلة التحضير ولكن تحتاج إلى بعض الوقت معنا، كما وتعتبر وصفتنا لهذا اليوم من الوصفات الاقتصادية. إذن تابعونا حتى النهاية لتتعرفوا على كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة من المطبخ الإسباني معي أنا أنخيلا. باموس! والآن إليكم المقادير وهي كالتالي: 3 حبات كبيرة من الكوسة تعادل كيلو كامل، حبة بصل كبيرة 1، 8 فصوص من الثوم كبيرة الحجم، 2 حبات من الفلفل الأحمر. سنحتاج أيضا إلى زيت الزيتون. أما البهارات فسنحتاج إلى 1 ملعقة طعام كاري، 1 ملعقة كوب فلفل أحمر حار، 1 ملعقة طعام بهارات هندية مثلا سبق وتم إعدادها على قناتنا. سأضع لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أحبتي. كما سنحتاج إلى الملح. أما صلصة البشاميل فسنحتاج إلى 0.5 لتر من حليب كامل الدسم، 3 ملاعق طعام مملوءة، و30 جرام زبدة حيواني، بالإضافة إلى 100 جرام جبنة موزاريلا. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. سأبدأ أولا بفرم الثوم ناعما بعدما قشرته هكذا. سأضع الثوم في طبق جانبا بعدما أنتهي من تقطيعه بهذا الشكل. الآن سأبدأ بتقطيع البصلة بعدما قشرتها وغسلتها. سأفرمها ناعما هكذا. ومن ثم سأضعها جانبا كما فعلت مع الثوم. وها هي حبة الفلفل الأحمر الأولى بعدما أزلت الجزء الأخضر منها. سأبدأ بغسلها وتنظيفها من البذور تماما هكذا. ومن ثم سأبدأ بتقطيع حبتي الفلفل الأحمر الحلو ناعما بهذا الشكل. الآن وضعت القدر على النار، ها هو. وضعت بما يعادل 3 ملاعق من زيت الزيتون الخاص بالطهي، وعلى نار متوسطة سأضع البصل في القدر مع زيت الزيتون. ومن ثم سأبدأ بتقليبه وأنتظر حتى يأخذ اللون الذهبي الجميل. والآن سأبدأ بتقطيع حبات الكوسة بعد إزالة رأسيها بهذا الشكل.
ها هي الكوسة بعدما غسلتها جيدا، سأبدأ بتقطيعها على شكل طوليا بهذا الشكل. استمر بتقطيعها على شكل مكعبات خفيفة حتى نفذ كمية الكوسة التي معي هكذا. وهكذا تبدو معنا الكوسة بعدما انتهيت من تقطيعها. أضعها جانبا. أبدأ بتقليب البصل. ها هو بدأ يأخذ اللون الذهبي الجميل معنا. سنحتاج إلى الصوصج. نسيت ذكره بالمقادير، ولكن بكل تأكيد تجدونه في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو أصدقائي. سوف أستخدم 5 قطع من صوصج البافو مع البويو، أي الديك الرومي مع الدجاج. أبدأ بتقطيعه على شكل حلقات بهذا الشكل، وأستمر حتى نفذ الكمية التي معي. بعدما أخذ البصل اللون الذهبي، سأضع فوقه الفلفل الأحمر وأعاود تقليبهم مع زيت الزيتون في القدر. الآن سأضع الصوصج. ها هو. هنا لدينا ملاحظة مهمة، يجب تسوية الصوصج مع الخضار جيدا ليعطي نكهة لذيذة للطعام. ومن ثم سأبدأ بتقليب جميع المواد مع بعضها وهي ما زالت بالقدر على النار. سأضع الآن ملعقة طعام مملوءة من الكاري. وملعقة كوب مملوءة من الفلفل الأحمر الحار. وأعاود التقليب. حتى ينضج الصوصج جيدا معنا. والآن سأضع ملعقة طعام مملوءة من بهارات المسلة، أي البهارات الهندية الباردة، والتي سبق وتم إعدادها على قناتنا. سأضع لكم رابط هذه الوصفة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وهكذا تبدو معنا بعدما وضعت لها ملعقة طعام مملوءة من المسلة. أعاود تقليبها ما بين الحين والآخر حتى تنضج تماما. والآن سأبدأ بإعداد صلصة البشاميل. سأضع الطحين في القدر الخاص بالحلويات والصلصات، ومن ثم سأضع فوقه الحليب كامل الدسم قبل وضعه على النار.
وها أنا أضع له الحليب كامل الدسم وأستمر بالتحريك حتى يتجانس الطحين مع الحليب تماما. بعد ذلك سأضعه على نار أقل من متوسطة بقليل وأستمر بتحريكه حتى يتجانس تماما ويعطينا قوام صلصة البشاميل. ها هو على النار الآن، ولكن لنرى الصوصج قد نضج الآن معنا مع البصل والثوم والفلفل الأحمر. ها هو أقلبه مع زيت الزيتون والبهارات. الآن سأبدأ بإضافة الثوم له. هكذا. بعد ذلك سأبدأ بإضافة الكوسة إلى بقية الخضروات، ومن ثم سأبدأ بتقليبه هكذا. الآن أضع القليل من الملح فوق صلصة البشاميل ومن ثم سأبدأ بتحريكها بهذا الشكل. والآن سأضع الزبدة الحيواني إلى صلصة البشاميل وأعاود تحريكها حتى تأخذ القوام المطلوب للصلصة. هنا لدينا ملاحظة مهمة، الكوسة من الخضار التي تحوي ماء، لذا سأضعها الآن على نار مرتفعة حتى تنشف من الماء تماما دون تغطيتها. ننتظر حتى ينشف الماء من القدر تماما. هذه الخطوة مهمة جدا. سنحتاج أيضا إلى القليل من الكزبرة تعادل ربع حزمة. أبدأ بفرمها ناعم جدا، أضعها فوق بقية الخضروات هكذا وأبدأ بتقليبها. في هذه الأثناء أيضا وبعدما نشف الماء من الخضروات تماما سأضع جبنة الموزاريلا وأبدأ بتقليبها مع الخضار هكذا. هنا سأضع بما يعادل 100 جرام من جبنة الموزاريلا
داخل الحشوة. في هذه الأثناء جهزت طبق البايركس الذي سأعد فيه الوصفة، أضع فيه ملعقة. لدي ملاحظة مهمة أثناء إعداد هذا الطبق، يجب وضع طبقة أولى من صلصة البشاميل في الأسفل، ومن ثم الحشوة، ومن ثم صلصة البشاميل. هنا أنا سأضع الحشوة مباشرة، فقد نسيت وضع طبقة من البشاميل أسفل هذا الطبق. نوزع الحشوة على كامل الطبق بهذا الشكل، ومن ثم سأضع صلصة البشاميل على الوجه بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع جبنة الموزاريلا في الوجه هكذا. سأضع بما يعادل 100 جرام من جبنة الموزاريلا على وجه صلصة البشاميل. صلصة البشاميل يجب أن يكون سمكها أيضا أكثر من المعتاد بقليل. الآن سأضعها في فرن درجة حرارته 180 درجة مئوية، ولكن الرف الأسفل. وهكذا تبدو معنا بعدما نضجت تماما. نثرت عليها القليل من الكزبرة المفرومة ناعما. بألف صحة وعافية. أما مدة بقائها بالفرن فقد استغرقت معي 45 دقيقة. انتبهوا إلى درجة حرارة أفرانكم، فلربما تحتاج وقت أقل أو أكثر، هذا يعتمد على شدة الأفران. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم أحبتي، الكوسة بالبشاميل من المطبخ الإسباني قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. وقبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية. إذن انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي، كما وأنتظر مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصوله إلى أكبر عدد من متابعينا. لكم شكرنا وتقديرنا. اذكروا لنا أيضا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بكل تأكيد بالنسبة لنا يسعدنا، كما ويسعدنا تفاعلكم الجاد معنا. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخلة من قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. استودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.